ل3 نقطة فضائية تابعة لحركة حماس. إذا قصف في المبنى الذي يظهر الآن في الصورة، وتم يعني إحداث يعني أحد الآن أنا أرى القصف. المكان لا يبعد سوى بضعة كان يعني في حركة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس. الآن متتالية ومتتابعة إمارات الاستطلاع وهي عبارة عن صواريخ تحذيرية لتمكين لنسف المبنى بشكل كامل بعد قليل. تم تدبير المبنى بالكامل.